ما حكم الاعياد التي تقام باسم اعياد الشجره واسبوع الشجره وغيرها؟ العيد المتخذ هنا عيد الموالد، عيد مولد فلان، وعيد مولد فلان، وعيد عيد الام، وعيد البنت، هذا بدع من بدع النصارى واليهود وتقليدهم. اما كل اسبوع لكذا، اسبوع لبيان حكم الله في كذا، اسبوع لبيان حكم الله في كذا، اسبوع لبيان، هذه اعياد، هذه اوقات تقام فيها العلوم واحاديث لنفع المسلمين. طيب اسبوع مثلا اسبوع الجيش ولا اسبوع المو... هو من الاعياد، هذا مو بعياد، ما يسمى اعياد ولا يسمى اعياد. اسبوع لبيان اشياء تلزم، ولبيان ما يجب على العسكري، ولبيان ما يجب على المسلم كذا وكذا، يعني حتى يتفرغوا لهذه الفائده ويعدوا لها في ليل ونهار. اسبوع لبيان حكم الجنائح، احكام الجنايه، اسبوع لبيان او يوم او ليله او ساعه من الساعات، يقول الاسبوع ولو يوما او ساعه او عصرا او مغربا. حتى لو تكررت سنويا. نعم. لو تكررت سنويا. لا، اذا كان يجعل اسبوع معين كل سنه ما يصح. اما اذا يجعل اسبوع منعقد النظر عن كل، لا يتكرر.